دي عاملين حقيقة. شغل يعني مش مجرد ابتدينا، ده انتوا بدايتكم قويه جدا وفضيه بطوله العالم اللي نهاوند بتتكلم عنها، حاجه مش هينه ابدا. فنستاذنك نبتدي بتفاصيل هذه البطوله وكواليسها. بالنسبه للبطوله دي بطوله العالم لمصارعه الذراعين، اقيمت بمدينه بوخارست في رومانيا. كانت مصر مشاركه بعدد 6 لاعبين. دي اول مشاركه مصريه في بطوله العالم؟ لا مش اول مشاركه، احنا عندنا الاتحاد تم انشاؤه سنه 92 اللي انشاه اللواء عثمان عبد الغني، ده اللي اسسه وانشاه هنا في مصر. ويعني حاليا رئيس الاتحاد اللي هو محمود بركات بيقوم بمجهودات الحمد لله كويسه، واللعبه تطورت على يده الحمد لله. جميل. احنا دلوقتي حاليا شاركنا في البطوله دي بعدد 6 لاعبين وحصلنا على 6 ميداليات. ما شاء الله. الميداليات عباره عن 5 ميداليات فضه وواحده برونزيه. جميل. والحمد لله انا يعني تم تكريمي هناك في هذه البطوله بالميداليه الذهبيه كافضل نتائج. يعني مسافرين ب6 لاعبين وحصلنا على 6 ميداليات. في وسط عدد من الدول كبير، يعني كان عندنا 50 دولة مشاركة في هذه البطولة، أعداد كبيرة طبعا. اللي شفناه من الاجتماع بتاع الاتحاد الدولي ان ان شاء الله ان هي على مشارف ان هي تخش تبقى أولمبية عن طريق البارالمبية الأول. أوكي. وبعد كده هتبقى أولمبية بالنسبة للأسوياء ان شاء الله. جميل.